هتنطقي. العيانين كلهم عاملين اضراب، ما حدش منهم عاوز ياكل. انني اطالب باعلان عالمي لحقوق الحيوانات. الحيوانات لابد ان تحيا حياه مليئه بالكرامه والعزه. ان البشريه تريد ان تنعم الحيوانات في ظل من الكرامه وبعيدا عن الخوف والعوز. انتوا مش عايزين تاكلوا ليه؟ احنا مش هناكل ولا يمكن هناكل الا لما تجاب مطالبنا. وايه هي مطالبكم؟ اولا ان يحكم المرضى انفسهم بانفسهم. ثانيا رفع جميع اجهزه التسجيلات والتصنط المدسوسه في المستشفى. ثالثا الغاء التمرينات الرياضيه. رابعا في ان يكون للمريض الحريه ان يتناول الدواء ام لا. كل مطالبكم مجابه. يحيى الان يحيى الان يحيى الان يحيى الان يحيى الان يحيى الان. العلاج مش اجباري زي ما انتوا فاهمين. كل واحد حر انه يتعالج ويخاف ويرجع لاهله او يفضل عايش هنا طول عمره. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ عمر عمر انت اللي صدمتيه؟ انا والله ما كنتش قصدي ده. هو اللي انا اصلي لقيته قدامي فجأة، بس الحمد لله جت سليمة اهو، ما فيهوش حاجة. سلامتك يا عمر. دكتور عمر سلامتك. مالك انت؟ مين؟ انا مين؟ انا صاحبك الدكتور مجدي. مجدي مين؟ يا نهار اسود، انت مش عارفني. ايه دكتور؟
يبدو ان الحادثة تسببت في فقدانه للذاكرة. ودي حالة مؤقتة يا دكتور؟ للأسف لحد دلوقتي ما اقدرش اتأكد. يعني ممكن يقعد قد ايه على ما ترجع له الذاكرة؟ جايز يوم، اتنين، شهر، واحتمال تطول شوية، سنة مثلا. ويؤسفني اقول لحضرتك احتمال ذاكرته ما ترجعش خالص. ايه؟ ما ترجعش؟ دي تبقى كارثة، تبقى مصيبة. انت يا هاني خليتي احسن باحث في مصر يفقد ذاكرته. ارجوك اهدى يا دكتور. اهدى يعني ايه يا دكتور؟ اهدى يعني ايه؟ ده عزيز اصحابي اخويا والهانم ضيعت مستقبله. انا مش هسكت يا هانم، مش هسكت. انا حرفة قضية تعويض، حطه بمليون جنيه. مليون ايه؟ ولا 10 مليون يعوضوا العلم عن خسارته للدكتور عمر. انا بس عايزه افهم بتسرحي في ايه وانت سايقه؟ يا ماما ارجوكي بقى سيبيني في اللي انا فيه. هيدولك ايه بس المرضى بتوعك دول اللي انت ملهوف عليهم كده وبتروحي لهم بالساعه وبالدقيقه؟ شويه مجانين وتعبه نفسك معاهم على الفاضي. يا ماما ده شغلي ولازم اهتم بيه، وارجوكي كفايه بقى الكلام ده. كفايه؟ طب والمصيبه اللي حالت علينا دي؟ زميله ناوي يرفع قضيه تعويض ب 100,000 جنيه حنان، واكيد هيكسبها. يعني هيتخرب بيتنا يا بنت. هي الحكايه دي مش شغلاني انا. كل اللي بفكر فيه دلوقتي الانسان المسكين ده اللي انا ضيعته مستقبله. ازيك يا دكتور عمر؟ انت تعرفني؟ انا اعرفك. غريبة قوي. ده عم مقصود البواب. البواب ايه؟ بواب العمارة اللي انت ساكن فيها. هو انا ليه عمارة وساكن فيها؟ ايوه يا عمر. اتفضل. لا اله الا الله. ايه اللي ضربه؟ الظاهر كتر العلام لحس مخه. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا صاحبي. هو انت صاحبي؟ ايوه انا الدكتور مجدي، طبيب امراض النساء والولاد. وانا مين؟ انت الدكتور عمر. دكتور؟ دكتور في ايه؟ دكتور بيطري، وبتشتغل في معهد البحوث العلميه. ده انا؟ اه. اتفضل. اتفضل. استنك ايه؟ خش بيا. وانت ايه؟ انا شريكك في الشقة. يعني انت ساكن معايا هنا؟ اه ايوه. تيجي بقى اما افرجك على اوضه نومك؟ الاوضه البحريه انت اللي اخترتها علشان هاديه. تعال من هنا. استنى برجلك اليمين. ادي اوضه نومك اهي، نفس الفوضى والبهدله اللي انت متعود عليها وعايش فيها على طول. على فكره دي فرده شراب اللي انت بتدوخني عليها. ها معلش مش وقته. ما افتكرتش حاجه؟ لا لا. معلش بكره تفتكر، ان شاء الله هتفتكر. طيب انا مضطر امشي دلوقتي عشان عندي حاله ولاده مستعجله جدا، يعني ساعه بالكتير وهكون عندك هنا، الا بقى اذا المولود عطلك معايا. طب مش عايز حاجه؟ قول لي. ايه؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ مجدي. حلو ولا اغيره؟ حلو. طب انا راجع لك على طول. ايه
بلاش يا واد. بحرصك البطاطا يا بلاش يا واد. تجيب لي الشوكولاته يا بلاش يا واد. اروح ارجع البطاطا. انت مين؟ قطع لك يا دكتور خدتني. انت تعرفيني؟ طبعا. انا صحيح ما شفتكش غير مرتين ثلاثه من ساعه ما جيت العماره، لكن من ساعتها وانا وكل مره اول حشوفك الاقيك كاتب لي ورق امسحي نظفي اكنسي. ما فيش مره تكتب لي حبي. صدقنا العماره كلها بتحبني. اشمعنى انت؟ ولا انا وحشه؟ امشي من هنا. رأيي يا اخويا مالك كده؟ ولا انت كده زي صنف الرجال تلاقوا الواحده مايله لكم تتقالوا. قلت لك اخرجي من هنا يا اختي خارجه. طب ده انا لولاش عرف البواب ترجاني اني اطلع انضف لكم الشقه ما كنتش جيت. اصلي ما بحبش اشتغل عند عزاب سمعتي. قلت لك اخرجي يا اختي خارجه. فوتك بعافيه. يا اسمك ايه؟ اسمعي خدامك. هو انا اسمي ايه؟ ما يحكمش. ممكن أدخل؟ أنا جيت أطمن عليك لما عرفت إنك خرجت من المستشفى. أنا كويس. طب مش عايز نعود؟ دايما بنساه. قولي هولي تاني علشان اكتبه على ايدي وما انساهوش. عامر اسود بهية ستكون عامل فيه حاجة. ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل للناس دي يا اخواتي؟ عمر الحمد لله. هي الدكتورة حنان كانت عندك هنا؟ كانت عاوزة ايه؟ انا بقيتش فاهم في ايه. عمر دي عدوتك وانا رفعت عليها قضية تعويض بمية الف جنيه. تعويض ايه؟ ما هي السبب في كل اللي انت فيه ده. وبعدين انا صاحبك يا عمر واخاف عليك. انت صاحبي؟ ايوه يا عمر صاحبك من ايام ما كنا زمايل في فريق التمثيل في ثانوي. فاكر؟ انا مش فاكر حاجه خالص.
معلش يا عمر، بكرة هتفتكر إن شاء الله، إن شاء الله هتفتكر. أنا هروح أجهز لك لقمة بقى علشان تاكلها. أنت قلت لي إنك صاحبي؟ أيوة يا عمر. طب اسم حضرتك إيه؟ هتفضلي عاملة في نفسك كده هو يا حنان، لإمتى؟ أنا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده أبدا يا ماما. أنت مش فاكر حتى اسمه. قدره يا بنتي. ومع ذلك ما تيأسيش من رحمة ربنا. أوعي تتخلي عنه. روحي له يا حبيبتي وساعديه. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. لا ابدا، ده انا حتى كنت قاعد زهقان. وانت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الالم راح، بس لسه ما افتكرتش حاجه خالص. عشان اللي حصل. أكرهك؟ ليه؟ اللي حصل ده خارج عن إرادتنا، بس اللي مضايقني قعدتي هنا في البيت. تحب نخرج سوا؟ نخرج؟ آه نخرج نغير جو شوية، أنا معايا العربية. قلت إيه؟ موافق، بس على شرط. شرط إيه؟ ما تخبطيش حد تاني. ما تخافش يا سيدي. مودياني على فين؟ المكان ده مش بيفكرك بحاجة؟ لا. انت مش بتشتغل هنا؟ بشتغل ايه؟ تمام. بالعسلامة يا دكتور عمر. أنا بعيط على نفسي، أصل نفسي صعبت عليا قوي. الدكتور قال إن دي حالة مؤقتة وإن ذاكرتك ممكن ترجع لك. هي الحكاية يعني محتاجة تنشيط لذاكرتك وتحاول تفتكر. أفتكر؟ أنا مش فاكر حاجة أبدا. أنا حاسس إن الدنيا قدامي كلها بيضة زي البفتة. أنا مش عارف هعيش كده إزاي. انت ليه بس خبطتيني بالعربية؟ ليه خبطتيني؟ ليه ما قلتليش؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟
بتعيطي. ما تعيطيش، انا اسف اني زعلتك، سامحيني. انا اللي بطلب منك انك تسامح. حسن بس بلاش تعيطي. لا يا عمر، لا. حنان، أنا بحبك. وإنتي بتحبيني زي ما بحبك؟ أنا حبيتك يا عمر من أول لحظة شفتك فيها. صحيح يا حنان، أنا حسيت إن حياتي مش ممكن تستمر من غيرك. أنت مقلت عليا حياتي وكياني. تتجوزيني يا حنان؟ آه يا حبيبتي. عمر، ايه يا ابني كنت فين؟ كنت مع حنان. تجننت؟ انت بتضحك عليك يا عمر، بتضحك عليك وتنيمك علشان تتنازل عن القضية. انت لازم تبعد عنها وما تشوفهاش خالص. مالك سكت ليه؟ عمر، دي اكيد بتدبر لك مؤامرة عشان تتنازل عن القضية، خصوصا ان الجلسة بكرة. دي قضية بمئة الف جنيه، ولعلمك بقى المحامي قال لي انها قضيه مضمونه 100%. الحقيقه يا دكتوره حنان، انت موقفك القانوني صعب جدا. مواد القانون صريحه، والماده 240 من قانون العقوبات بتفرض السجن من 3 سنين ل 10 سنين. ده غير التعويض اللي ممكن يتحكم له بيه. مالك يا عمر؟ مفيش حاجة يا مجدي. مجدي؟ أيوة مجدي. مجدي عبد العزيز السيد مخيمر، ابن الست عطية. عمر. عمر. ألف مبروك يا عمر، ألف مبروك. أنا. يعني الذاكرة رجعت لك؟ الحمد لله. جرى فيه يا مجدي؟ انت زعلت علشان الذاكره رجعت لي؟ لا مش القصد يا عمر، بس عشان حكايه التعويض. تعويض؟ عمر بلاش حد يعرف ان الذاكره رجعت لك عشان ما تخسرش القضيه. دول 100,000 جنيه يا عمر. 100,000 جنيه؟ يعني ممكن تسافر وتكمل انت الدكتوراه ان شاء الله على حسابك حتى. عشان خاطري بلاش حد يعرف يا عمر، عشان مستقبلك. ان القضيه الماثله امامكم اليوم ليست قضية إصابة إنسان لفقد ذاكرة ومستقبل وماضي،
وليست هي قضية تعويض لذلك الإنسان البائس لفقده حياته الماضية والآتية. لا، القضية أخطر من ذلك كثيرا. إنها قضية الاستهتار الذي أصبح يملأ حياتنا ويسيطر على تصرفاتنا، الاستهتار الذي جعل بعضنا يستهين بحياة الآخرين في رعونة وطيش. وإذا جاء ذلك التصرف من الجهلة لقلنا قلة وعي وفهم، ولكن أن يجيء من أهل العلم وهي طبيبة يفترض فيها أنها هي أداة الشفاء للمرضى، فإذا بها هي أداة الهدم والتخريب والموت، وإذا بها هي التي تسلب ولا تمنح، تقتل ولا تشفي. إن هذه المستهترة المتهمة لا تستحق أن تكون طبيبة، إنها لا تستحق أن تجلس لتصف الدواء لمرضاها. كفاية، أرجوك كفاية. الله يخرب بيتك يا عمر. إيه ده يا أستاذ؟ أنت مين؟ أنا اللي خبطت الدكتورة حنان بالعربية، وأحب أقول لحضرتك إن الذاكرة رجعت لي. يعني الدكتورة حنان مش متهمة بأي حاجة، ده غير إني كنت غلطان في الأساس، لأني كنت بعدي الشارع وأنا سرحان. مبروك يا عمر، ألف ألف مبروك. ما تتصورش أنا سعيدة قد إيه إن ذاكرتك رجعت لك. ألف ألف مبروك. مبروك ليك البراء. مالك يا عمر؟ دكتورة حنان، أنا متشكر على عطفك وحنانك، أكيد مساعدتك ليا ساعدتني على الشفاء. عمر، أوعى تكون فاكر. دكتورة حنان، أنا متأكد إنك عملت اللي عملتيه ده لإحساسك بالذنب ناحيتي، لكن دلوقتي خلاص الذاكرة رجعت لي ومفيش داعي لإحساسك ده، وانا بحلك من كلمة الحب اللي بيننا والوعد بالجواز. لا يا عمر، لا، انا بحبك، صدقني يا عمر بحبك. اهتمامي بيك ده ما كانش شفقة او عطف، انا بحبك يا عمر، صدقني بحبك. تتجوزين؟ لا، انت لازم جرى لمخك حاجة. حنان يا بنتي، مش لكونك انت صدمتي واذتيه تبقي تتجوزيه. لو كان الموضوع ده بالشكل ده كان كل واحدة صدمت واحد واتجوزت. وبعدين ده خاف، يعني مفيش داعي ابدا للي انت عايزه تعمليه ده. انا بحب عمر وهتجوزه، واحنا اتفقنا ان كاتب الكتاب هيكون يوم الخميس الجاي. يوم الخميس؟ واحنا هنلحق؟ كاتب كتاب بس يا ماما، يعني حفله صغيره كده على الضيق، ولما نبقى نجهز نبقى نعمل حفله كبيره. ايه؟ عايز حاجه؟ وانا هقدر. الشفقة او عشان يتنزل عن القضية والتعويض، لكن اصرارك على ان الجواز يتم اكد لي انك انت بتحبيه. وعلى فكرة هو كمان بيحبك قوي، والا ما كانش واقف المحكمة وقال ان الذاكرة رجعت، كان ممكن يسكت وياخد تعويض كبير. عمر ابن حلال طيب قوي. ارجوك يا حنان، خليك انت مكاني ومكان ابوه ومكان امه، انت ممكن تعوضيه عن حاجات كتير قوي. توعديني؟ اوعدك يا مالك. اتفضل اتفضل يا شيخ. اتفضل. اهلا 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 اهلا. تحتوا أطلبهم. اتفضل جوه. اتفضل اتفضل. ده بيتو. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. طب استريحي. وبعدين بصحى من الحلم. الحلم ده بيجيلك كتير؟ من يوم ما مات خيري جوزي بطل العالم في الكاراتيه. هو مات ازاي؟ في حادثه عربيه. مفكرتيش تخرجي من احزانك دي؟ حاولت لكن ما قدرتش.
لاني بلاقي الطمع في عيون الناس كل الرجاله، لدرجه اني بقيت اكرههم كلهم كلهم. محدش فيهم راضي يحترم ذكرى انسان بحبه. انا ليا طلب عندك يا سوزي. ايه هو؟ انك تقلعي الاسود وتبتدي تخرجي، تروحي النادي مثلا، لازم تشوفي الناس، ساعتها تتاكدي ان الدنيا حلوه وانك حرام تدفني شبابك وتعيشي حزينه كده العمر كله. كل الناس قالت عليا اني مجنون، بس بعد التجارب والابحاث اللي انا عملتها الحكايه طلعت مش صعبه ولا حاجه. يعني البويضه بعد ما تلقحيها بتنقسم اتنين، وبالتالي لا مؤاخذه البهيمه ممكن تخلف اتنين. ايه بتبصيلي كده ليه؟ لا ابدا انا بسمع. اكيد بتقولي عليا مجنون زي كل الناس ما قالت. بالعكس، مفيش مستحيل قدام العلم، وكل العباقره اللي قدموا خدمات جليله للانسانيه الناس بتعاملهم بالجنون. بس قدروا يثبتوا لهم انهم عباقره مش مجانين، وانت كمان لازم تثبت لهم انك عبقري. انا مجنون بيكي. امبارح قابلت سيد ابو شفا في توة بولاق. قابلتيه فين؟ كنت قاعده على القهوه وشفته وهو نازل من الكاريتا بتاعته ودخل على ابو دراع. ابو دراع مين؟ فتوة الحسنية. رجالة ابو دراع اول ما شافوا سيد داخل عليهم راحوا هاجمين عليه بالشوم. بعدين يا اشجان؟ سيد ابو شفة لوحده قدام 20 راجل وكل واحد فيهم ماسك شوم قده، لكن على مين؟ على سيد ابو شفة. يا خبر يا دكتورة، ياي لو تشوفيه وهو بيمسك الوحش من دول ويروح مديله بالبوكس مطيره في الهواء، ويمسك التاني ويرميها على تلات رجالة، ويلتفت ويدي بوكس باليمين، ويلتفت تاني ويدي بوكس بالشمال، وروسية هنا وروسية هنا. الشوم بقى نازل عليه وهو واقف زي الصخر. رجالة ابو دراع بقى كلهم وقعوا على الارض. وبعدين الناس كلها سقفت لسيد ابو شفة وهتفت بزعامته على حي الحسنية وبولاق، وانا جريت عليه وترميت في حضنه وقلت له انت الراجل اللي بحلم بيه يا سيد. راح رفعني بين ايديه القوية وراح حاططني في الكاريتا بتاعته وجري بيا وفضل يجري يجري يجري. ها وبعدين؟ صحيت من النوم. هو انت لسه بتحلمي الحلم ده يا اشجان؟ يا ريته يبقى حقيقة يا دكتورة. يا حبيبتي زمن الفتوات انتهى، دلوقتي في قانون بيحكم العلاقات بين الناس، البقاء للأقوى. النهارده ما بقتش القوة هي الوسيلة للتفاهم بين الناس وحل مشاكلهم، عشان ما عادش في رجالة زي زمان. وأنا أضمن منين إني أكسب مسابقة زي دي؟ دي مسابقة هيدخلها أكبر علماء العالم. أنت مش أقل منهم، المسابقة فيها 10 بحوث، وأكيد البحث بتاعك هيبقى واحد منهم إن شاء الله. أنت مش تحب تساهم في رفع معاناة الإنسان؟ أيوة أحب. مش تحب تكسب 50,000 دولار؟ عبيط اللي يقول لأ. ده بقى يا سيدي غير المجد الأدبي والعلمي. أنت عبقري ولازم يكون عندك ثقة في عبقريتك. أنا عندي ثقة في عبقريتي، لكن ما عنديش ثقة في رجال التحكيم. الجوائز دي دايما بتخضع للتيارات السياسية. حتى لو ما فزتش يكفيك شرف إنك دخلت في منافسة مع أكبر علماء العالم. أنت بتحبيني يا حنان؟ أنا مجنونة بحبك يا عمر. قوليها تاني. أنا مجنونة بحبك يا عمر. هو آخر ميعاد للمسابقة إمتى؟ أنا بكره كل الرجالة، ما بحبهمش لأنهم ما بيفكروش إلا بغرايزهم بس. بس مش كل الرجالة كده يا منال. صدقيني يا دكتورة كلهم كده. مفيش راجل قابلته في حياتي لما عزمني على شقته عشان نقعد قعدة هادية ونسمع مزيك. الحب عندهم بقى كلمة رخيصة بيقولوها عشان يوصلوا بيها الغرض. فين الحب اللي كنا بنقرأ عنه في الكتب والروايات؟ فين روميو وقيس وأنطونيو؟ فين الحب العصي؟ خلاص كل ده تاريخ وانتهى. يا حبيبتي الحب موجود طول ما الإنسان عايش. الحب خلاص ضاع من حياتنا إلى الأبد. ادخل. مش ممكن، مش معقول. انت الدكتور عمر؟ ايوه يا فندم انا الدكتور عمر. و البطاقة اهي. انا ما كنتش متصور انك شاب، انا كنت متصور ان هقابل انسان متهدم منحني الظهر لاعتكافه على البحث العلمي لحد ما قدر يوصل للاكتشاف العظيم
اللي هيعمل انقلاع في موازين العالم الاقتصادي وهيساهم في رفاهية شعوب العالم الثالث، وهيوفر اللحمة. انت انسان عظيم يا ابني، انت عبقري يا ابني، دعني اقبلك يا ابني. ايوه يا فندم، بس انا عاوز افهم حضرتك ليه بعتلي الجواب ده؟ علشان اهنيك يا دكتور عمر، عشان اذف اليك البشرة. البحث اللي انت قدمته لمنظمة الاغذية العالمية فاز بالمرتبة الاولى، دعني اقبلك يا ابني. الحقيقة ده فخر لكل مصر وكل عربي ان عالم منهم يفوز على بقية العلماء المتقدمين. دعني اقبلك يا ابني. ولقد تقرر منحك جائزة قدرها $50,000. $50,000 والدولار بيتلجل؟ دعني اقبلك يا ابني. المهم دلوقتي انك تجهز نفسك للسفر خلال شهرين من دلوقتي. الجائزة بتاعتك مرتبطة باشرافك على البحث بتاعك من الناحية العملية. انت متجوز يا ابني؟ لا يا فندم، انا كاتب كتابي بس. لازم عروستك في نفس تخصصك، البروتين الحيواني. لا يا فندم، هي البروتين العقلاني، قصدي هي متخصصة في العقل، هي دكتورة امراض نفسية وعصبية. شيء مدهش ان واحد يرتبط بدكتورة نفسانية تجننه وتعقله وقت ما هي عايزة. دعني اقبلك يا ابني. سيد استاذ. معلش. اتفضل. طب شكرا. سعيده متولي. ما تقوليش متولي، ما تقوليش متولي، ما تقوليش متولي. الله، ايه هي الحاله جاتلك ولا ايه؟ ما انت عارف يا دكتور عمر، انا ما احبش حد يقول لي متولي. ليه؟ وانت مش اسمك متولي؟ ايوه انا اسمي متولي، لكن ما بحبش حد يقول لي متولي، بيجيني العصبي. طب ليه الدكتوره حنان ما بتعالجكيش؟ الدكتوره حنان بتحاول بس لسه ما حطتش ايدها على العقده بتاعتي. طب بس معلش معلش يا متولي. ما تقوليش يا متولي. خلاص مش هقولك يا متولي. بعد اذنك دكتور عمر. نعم. رايح فين؟ داخل الدكتوره حنان. ممنوع. ايه ده، ممنوع اخش لمراتي؟ لا، الدكتوره قايله ممنوع حد يخش عليها وهي بتكشف على العيانين. طب ممكن تديها خبر؟ حاضر. شايف الدنيا سوء وحياتي قصيره وتملي بفكر في الانتحار. الو. ايوه يا متولي. عندك؟ طب خليه يتفضل. حنان قولي لي مبروك يا حنان. قولي لي مبروك. الراحه بس دي ايه؟ فزت بالجائزه الاولى. مبروك يا عمر، مبروك يا حبيبي. والجائزه الاولى قيمتها $50,000 في 2 جنيه. حسابي بقى. انت لمتهم يا عمر؟ لا، انا هسافر استلمهم في حفله كبيره هيحضرها وكالات الانباء وهينقلها القمر الصناعي. انا هسافر معاك طبعا. هنتجوز ونقضي شهر عسل ما حصلش. هي ايه الحكايه؟ انتوا فاتحينها مبواشة ولا ايه؟ وانت مالك يا راجل انت؟ لا، ما تسيبنا نبوس. مش طلعوا برضه ان في راجل؟ لا. طب ما تتجوز. ولادي مش عاوزين يسيبوا الورث، خايفين على الورث، مش راضين يجوزوني. طز في ولادك وطز في الورث يا راجل، متع نفسك، روح اتجوز، ما تبقاش محروم. هادي فكره حلوه قوي. انا حجر متشك. انا حجوز يا دكتورة. مبروك. انا حجوز يا دكتورة. انا حجوز. يلا روح جوز، هتتجوز على نفسك. يلا يلا. معقول ايه اللي انت عملته ده؟ ده الراجل بعالجه بقالي 3 أشهر معرفتش عقدته. احنا اول ما بصنا بعض الحرمان نضح على وش على طول. يلا بقى نكمل. نكمل؟ انت مجنون؟ احنا في عياده محترمه. عياده ايه؟ ما خلاص هنسافر وهنشطب كل حاجه. مالك يا حبيبي، بتفكري في ايه؟ في المرضى بتوعي. معقول يا حنان؟ اقعد انا اكلمك عن مستقبلنا، انت تفكري في المرضى بتوعك؟ مش لازم افكر فيهم برضو يا عمر، مش انا مسؤوله عن علاجهم. خلاص ابعتيهم لدكتور تاني. ما هو ده اللي فكرت فيه فعلا. عظيم، ما فيش مشكله. المشكلة موجودة. ليه بقى؟ في 3 مريضات بتوعي أنا بعالجهم،
وهما مرتاحين معايا وبدا يبقى في ثقه بيني وبينهم، بس مع الاسف لسه ما قدرتش اخليهم يبقوا طبيعيين، وما اعتقدش ان في اي دكتور تاني هيقدر يعالجهم ويخلصهم من عقاتهم. وايه هي بقى عودتهم؟ بيكرهوا الرجاله، وانا بصراحه ما اقدرش اتخلى عنه. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اسافر معاك واسيبك. تتجنني انتي بقى، تسيبي حبيبك وجوزك علشان ثلاث بنات مجانين؟ احنان انا بحبك وما اقدرش اسافر من غيرك. طب يا حبيبي اديني فرصه احاول اتصرف. سافري سافري. تروحي فين؟ امريكا. كم يوم؟ يعني اربع سنين. وانا من هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هشوف التاني؟ مش هقدر اتكلم معاكي؟ يجوز. سوزي مالك يا حبيبتي؟ سوزي فوقي يا حبيبتي. سوزي تسافري؟ تسافري تروحي فين؟ امريكا. هتقعدي كام يوم؟ اربع سنين. وانا ما انا هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هقدر اشوف التاني ولا هقدر اتكلم معاكي؟ يا جوز. اسجان اسجان مالك يا حبيبتي؟ اسجان اسجان فوقي. تسافري تروحي فين؟ امريكا. هتقعدي كام يوم؟ يعني اربع سنين كده. وانا ما انا هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هقدر اشوفك تاني؟ مش هقدر اتكلم معاكي؟ يا جوز. منال منال مالك حبيبتي؟ منال منال فوقي فوقي. انا مش هقدر اتخلى عن المريضات بتوعي. هو في دكتوره غيرك في البلد؟ بس هما بيركضوني انا وبيرتاحوني، وبعدين انا قطعت معاهم شوط طويل قوي في علاجهم. بس انت قلت لي ان مفيش اي تقدم في علاج الثلاث مريضات دول. عشان كده ما اقدرش اتخلى عنهم دلوقتي. لكن تقدر تتخلى عني انا. حبيبي ما تفهمنيش غلط. امال ايه صح بقى يا ست الدكتور؟ ده واجبي يا عمر، وبعدين ما تنساش اني اقسمت قسم بكرات. بكرات ده لو كان عايش لغايه دلوقتي ما كانش يرضيه ابدا انك تتخلي عن جوزك اللي بيحبك. طب خلاص سافر انت وانا حصلت. رجل على رجل. انا اسف يا عمر ما اقدرش. كده؟ ما انا مش مسافر. عمر عمر يا عيني. طب ما حاولتيش انت تقنعي عمر؟ مفيش فايده، راكب دماغه مصمم انه مش هيسافر الا لو انا سافرت معاه. معقول؟ ولا فرصه عظيمه بين ايده. ما انت عارف عمر عيني دي. ارجوك يا مريم انت لازم تقنعه. اقنعه بايه؟ اقنعه انه يسافر هو، وبعدين انا ابقى احصله بعد كده لما اطمن على حالات المرضى بتوعي. معقول؟ ده ده كلام وانتش عرفت هتخاف امتى؟ اصلها لو واحده حامل نبقى عارفين هتولد امتى، انما المريض النفسي ده بيبقى صعب ان الواحد يتوقع امتى هتخاف. وبعدين انت عارفه انت بالنسبه لعمر قد ايه؟ ده من غيرك بيبقى حاسس انه ضايع. ارجوك يا بنتي محدش غيرك هيقدر يقنعه ويشجعه على السفر. ارجوك. عمر صديقي العبقري الذي رفع اسم مصر عاليا. اهلا يا مجدي. يا اهلا يا مجدي. دي مالك شايل طاجن ستك ليه؟ حنان يا سيدي. مالك مش قادر تسافر معايا امريكا؟ ليه مش قادره تسيب ثلاث بنات اخواتها؟ لا ثلاث بنات عيانين بتعالجهم، هي متعقدين من الرجاله والظاهر اثروا عليها خلوها تكره الرجاله. لا لا يا عموره مش للدرجه دي، حنان بتحبك وانت عارف، بس انت بقى لازم تحط في دماغك ان دي دكتوره، يعني لازم تاخد بالها من العيانين بتوعها لغايه ما يخفوا. افرض ما خفوش. لا عمورة ما هم لازم يخفوا علشان حنان تقدر تسافر معاك. طب وانا في ايدي ايه هعمله؟ تساعد العينين دول انهم يخفوا وتفك عقدهم. ازاي؟ تخليهم يحبوا الرجال. ازاي؟ تخلي كل واحدة فيهم تلاقي الراجل اللي ممكن تحبه. وانا هجيب تلات رجالة يحبوا تلات بنات مجانين منين؟ لا ومش اي راجل، ده راجل لازم يكون له مواصفات معينة، اكيد كل واحدة فيهم لها فتى احلامها. طبعا. تبص لي كده ليه؟ فاكر عمورة؟ فاكر زمان أيام ما كنت في فريق التمثيل بتاع المدرسة والكلية؟ خلينا في موضوعنا. والله كنت ممثل عظيم. خسارة خسارة إنك أنت ما كملتش، كان زمانك دلوقتي بتنافس عادل إمام وسعيد صالح والعالم دي كلها. موضوعنا ماله ومال التمثيل دلوقتي؟ ما
اصل مفيش حد غيرك انت يقدر يعمل ثلاث شخصيات في وقت واحد. مش فاهم. يعني انت هتكون الثلاث رجاله في وقت واحد. برضو مش فاهم. يعني انت هتبقى فتى احلام كل واحده من دول، تساعدها على انها تخف وتخلصها من عقدتها. وانا هعرف مواصفات كل واحد ازاي؟ بس انا بقى اقول لك ازاي. دكتور عمر، الدكتوره لسه ما وصلتش. اهلا يا متولي. ما وصلتش؟ ده انا كنت عاوزها في موضوع مهم قوي. لا لسه بدري، الدكتوره بتوصل على الساعه 7 كده. ظاهر بقى ان انا جيت بدري. ما معلش، انا اخش استريح جوه، اصل انا تعبان. تحب اعمل لحضرتك فنجان قهوه؟ يا ريت قهوه، بس على ميه بارده. ميه بارده؟ ميه بارده، ميه بارده. شكرا يا متولي. صباح الخير. ممكن اقعد؟ ايه اللي بتقريه حضرتك؟ يا مدام انا بقول لحضرتك. شفت بنت المفتريه؟ ورا ورا تاني. ايوه مستني. ورا يا مدام لو سمحتي. انا لسه حبيبي تضحك. اعمل ايه؟ منظرك كان يموت من الضحك وانت طاير ونازل على ملا وسط. مش دي شرطك؟ شرطي؟ وانا كنت عارف انك خرع بالشكل ده. بقى واحده زي دي تعمل فيك ده كله؟ عمر اوعى تسكت، لازم تنتقم. انتقم ازاي؟ تضربها علقه. علقه؟ طبعا، الصنف اللي زي ده لازم يتشكم، مش هتحترمك الا كسرت مناخيرها وجبتها. عندك حق. امال يا حبيبي اسمع. بقول لك ايه؟ اسمع. ولا رحت فين؟ الله يخرب بيتك يا عمر. شوفي بقى يا مدام، انا بقول لك ايه؟ لو ضربتيني تاني انا هصوت وهلم عليك النادي. انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. ده انت اللي عايزه مني. انا مش عايزه منك حاجه، واحسن لك ابعد عني. الله يرحمه، كان دايما يقول عليكي انك شرسه. هو مين ده؟ خير الايوبي جوزي. انت تعرفه؟ طبعا، الله يرحمه كان اعز صاحب ليا. انت اسمك ايه؟ حسام الهواري. بس عمر خيري ما قال لي ان ليه صاحب اسمه حسام الهواري. لكن هو دايما بقى كان يكلمني عنك، كان بيقول لي قد ايه انت لطيفه وقد ايه انت بتحبيه، وهو كمان كان بيحبك. الله يرحمه. انت بتعيط؟ قصدك ما تتصوريش خيري كان صاحبي قد ايه. بس يعني اصل انا كنت مسافر المانيا، واول ما سمعت الخبر المشؤوم ده جيت على طول علشان اواسي ارمله اعز صديق ليا. الله يرحمه خيري مش ممكن يتعوض ابدا. على اذنك. رايح فين؟ رايح الدايره في حته اعيط فيها. اصل ما يصحش اعيط كده قدام الناس. لا ارجوك خليك قاعد معايا. احكي لي. احكي لك عن ايه؟ عن خيري. قول كل اللي تعرفه. احكي لي عنه. شفتي بقى يا سوزي ان في رجاله كويسين؟
من يوم ما مات خيري وسابني وحيدة في الدنيا ما لقيتش راجل شهم. كلهم فاكريني أرملة وطمعانين فيا، بس واضح إن حسام ده غير كل الرجالة. لما قابلته حسيت بمدى إخلاصه وحبه ووفائه للمرحوم جوزي. إنسان مهذب جنتلمان، رغم إني ضربته. ضربتيه؟ أيوه، ما أنا كنت فاكراني عكست. ما تتصوريش قد إيه حسيت بالندم لما عملته بالطريقة دي. اهلا يا حنان، اتفضلي. اهلا. انا زعلانه منك جدا يا عمر. كده برضه تيجي العياده وتنزل وما اشوفكش وما تتصلش بيا كمان بعدها؟ اصل انا كنت مشغول. اتفضلي اقعدي حبيبتي اقعدي. كنت مشغول في ايه بقى يا سيدي؟ مشغول في تحضير اوراق السفر. خلاص ناوي تسافر؟ طبعا يا حبيبتي، هو انا معقوله اضيع فرصه حلوه زي دي؟ يا سلام يا عمر، ما تتصورش انا قد ايه فرحانه انك اخيرا عقلت. عقلت يا حبيبي؟ قصدي يعني اقتنعت انك تسافر لوحدك، وبعدين انا ابقى حسنة. بس يا حبيبتي انت وعدتيني لو المرضى الثلاثة بتوعك خافوا هتسافري معايا. يا ريت يخافوا بسرعة. ما تصورش يا عمر هتوحشني قد ايه وانت غايب. بس يا حبيبتي هل في امل يعني انهم يخفوا؟ والله انا متفائلة، وخصوصا بعد ما جات لي سوزي النهاردة العيادة وحكيت لي. سوزي منين؟ دي واحدة من المرضى اللي انا بعالجهم. وحكيت لك ايه بقى؟ حكيت لي عن الشاب اللي قابلته النهارده في النادي، كان صديق المرحوم جد. مالك يا عمر؟ لا لا، اصل ده ظهري موجوع شويه. حبيبي الظاهر انك خدت برد. هو بالظبط كده، خدت برد. حكيت لك عن ايه بقى بالظبط؟ حكيت لي عن الشاب اللي قابلته النهارده في النادي. مالك يا عمر؟ ماله هو؟ الظاهر انه اثر فيها قوي وارتاحت له، وده يبقى اول شاب تثق فيه سوزي بعد وفاه جوزها. وده معناه ايه؟ معناه ان في امل في الشفاء، وانها لو اعجبت بالشاب ده وحبته يبقى ممكن تتخلص من عقدتها وتخف، وده يبقى اعظم انتصار ليا. وليا انا كمان يا حبيبتي. نعم؟ قصدي يعني ان انا هبقى فخور ان مراتي اعظم دكتوره نفسا انا ويا. يا حبيبي يا عمر. حبيبتي. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقعد جنبك؟ اتفضلي. ميرسي يا روحي. ايه يا اختي اللي انت بتقري فيه ده؟ ده كتاب في علم الحيوان. يال، وايه يا حبيبتي اللي يخليكي تقري كتب زي دي؟ اصلي طالبه في كليه العلوم. تمام، زي اخويا صفوت، هو برضو خريج كليه العلوم وما بيقراش ابدا غير كتب الحشرات والحيوانات، ما بيحبش ابدا يختلط بالناس زي ما يكون يا اختي بيكرهه. وانا كمان بكرهه. تصوري يا حبيبتي، بيقول على الستات ان الحشرات احسن منهم. ده رايي انا كمان. ومتعقد مننا احنا الستات وبيقول علينا تافهين. ده رايي انا كمان. بيقول ان البنت دلوقتي ما بتفكرش في الحب، بتفكر في الراجل الغني اللي يوفر لها الشقة والعربية والفساتين. الحب دلوقتي بقى كلمة رخيصة. صح، الحب عندهم بقى كلمة رخيصة، بيقولوا عشان يوصلوا بيها لغرضهم. تصوري ان اخويا التوأم صفوت بيقول ان هو مش يلاقي البنت اللي تحب وتضحي علشان وتقدر معنى الحب وتحب حب عذري. كل البنات اللي عرفهم عاوزين ياخدوا الشقة عشان يقعدوا قاعدة هادية ويسمعوا مزيكا، وأول ما تيجي رجله في الشقة يلاقي قدامه ذئبة مفترسة عاوزة تاكله. هم هم هم. غريبة، ده أنا كنت فاكرة إن الرجالة هم اللي كده. والبنات كمان. مش دي مصيبة يا أختي؟ بس مش كل البنات كده. مؤكد لو دور هيلاقي ان في بنات بتؤمن بالحب العصر. اصل اخويا التوأم شفوت رومانسي قوي. وانا كمان.
الله، على فكرة انت واخويا التوأم شفت ميولكم واحدة. الا قولي لي يا وانت اسمك ايه؟ منال. الله، اسمي يجنن، منال. وانت اسمك ايه؟ انا فتكات. فتكات؟ ايوه فتكات، بنت ام فتكات. تعرفي يا منال يا حبيبتي، انت لو قابلتي اخويا شفوه التوام ده هيغير فكرته خالص، هيتاكد ان في بنات مؤمنه بالحب العذري. ايه رايك لو تقابليه؟ هقابل الراجل ده اخويا التوام شفوه. انا هعزمكم على فنجان شاي وتقعدوا سوا. ارجوك يا منال، انت هتساعدي مريض انه يخف ويخرج من الكوكعة اللي هو عايش فيها. ميرسي قوي يا حبيبتي، عن اسمك. اهلا يا منال. انا اسفة يا دكتورة اذا كنت جيت لك من غير ميعاد، بس كان لازم استشيرك في موضوع مش قادرة اخد فيه قرار. خير يا حبيبتي، في ايه؟ امبارح كنت في النادي وقابلت ست ظريفة. يا سلام، قد ايه انا سعيدة ان منال اكتشفت ان في رجالة بتؤمن بالحب العذري. منال مين؟ دي مريضة بتتعالج عندي. وايه اللي حصل؟ قابلت واحدة ست في النادي، الست دي ليها اخ سوا رومانسي جدا، يعني زي شخصية منال بالظبط، وهو ده الشخصية اللي هي بتحلم بيها. وبعدين؟ عزمتها عشان تقابل اخوها. تقابله فين؟ في شقته. في شقته؟ عظيم. بس انا رفضت انها تروح له. ليه؟ رفضت تروح له ليه؟ ابن ناس ان احنا شرقيين ولينا عاداتنا وتقاليدنا، معقول واحده تروح لواحد بيته؟ وبعدين؟ انا قلت لها اذا كان ضروري يعني يتقابلوا، ممكن يتقابلوا في اي مكان عام، ممكن مثلا تقابلوا في النادي ويكون معاه اخته، يعني يتقابلوا هما الثلاثه. هما الثلاثه؟ صباح الخير. صباح النور. حضرتك تعرفني؟ مش الانسه منال برضو؟ الحقيقه انا ما اعرفكيش، لكن مدام فتكات تعرف حضرتك كويس، وهي بعتاني النهارده عشان اعتذر لك انها مش هتقدر تجيب اخوها وتيجي لانها تعبانه شويه، لكن لو حبيتي حضرتك تشوفيها العنوان اهو. على الباب، اصل انا كنت هخش اخد حمام. اقعد يا حبيبتي، خد. ميرسي يا روحي، كلك ذوق. انا هخش اندهلك صفوه اخويا يقعد معاكي شويه على بال انا ما اخد حمامي. شرفتي وانستي. اخشى عليك يا صفوه، مش معقوله عماله انده عليك وانت مش بترد عليا. لا مؤاخذه، اصلي انا بقرا قصه اني راحله. لما بتلاقي حبيبها بيموت بتولع النار في البيت وبتموت معاه. هو انت دايما يا اخويا مفيش على بقك الا سيره الموت؟ كل قصص الحب الخالده بتنتهي بالموت. طب سيبك يا اخويا بقى من قصص الموت دي واخرج سلم على منال. منال مين؟
منال البنت اللي انا كلمتك عنها. وايه اللي جابها هنا؟ جاي يا اخويا تزورني لما عرفت ان انا عيانه، وهي فرصه يا صفوت تتعرفوا على بعض. ومين قالك اني عاوز اتعرف على واحده ست؟ دي مش ست يا صفوت، دي بنت. انا بكره كل بنات حواء. وقت صوتك يا ولد احسن تسمعك. ما تسمع؟ عيب كده يا صفوت، ما يصحش. دي بنت لطيفه قوي غير كل البنات اللي عزمتهم. دي زيك بالظبط وبتؤمن بالحب العذري. انت لسه بتصدقي ان فيه واحده بالمواصفات دي؟ كلهم دلوقتي بيجروا ورا غرايزهم. الحب عندهم بقى كلمه رخيصه علشان يوصلوا لاغراضهم. لا 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 يا صفوت، دي بنتي رومانسيه خالص. طب اخرج كده وشوفها وانت تتاكد انها تعجبك قوي. هاي. هاي، ازيك؟ الحمد لله. الجو جميل. اختي بتعتذر لك عشان دخلت الحمام تغسل شعرها. مش فاهم ليه دايما بتخش الحمام وتغسل شعرها. انا بحب قراءة القصص الغرامية وخصوصا الملتهبة. وانا كمان. وبحب الموسيقى وخصوصا السوفت ميوزك. وانا كمان. وبحب الشعر. وانا كمان. وبحب السبانخ. وانا كمان. مش معقول. ليه؟ لانك انتي بنت. وهي البنت عيبها ايه؟ ما عادوش زي زمان، المادة والفلوس عمت عينيهم، ما بقوش يحسوا ان ليهم قلوب بتقول تك تك تك. مش كلهم. لا كلهم. انا بقولك مش كلهم. وانا بقولك كلهم. انا مثلا ياما تقدم لي عرسان كتار وقابلت شبان كتير اغنياء ممكن يوفروا لي كل اللي انا عايزاه، لكن انا رفضتهم كلهم لأني عايزة قلبي هو اللي يختار. مش مهم يكون غني ولا فقير، المهم يكون عنده قلب يحب. أنا أدوب في حب، هو يدوب في حب. زي بالظبط أنا كده، نفسي ألاقي الحب اللي يدوب، لكن يا خسارة مش موجود. مش موجود. يا خبر، ده أنا اتأخرت قوي. انت عندك معاد؟ اصلي حاجز تذكرتين للسينما انا واختي، بعد اذنك اروح ابلغها لحسن يسهى عليها. اتفضل. يا الفتكات يلا شهري لحسن، هنتاخر على السينما، عاوزين نتفرج على روميو وجولييت من اوله. يا اخويا انا بستحمى، ما اقدرش اروح السينما وانا شعري مبلول. يعني ايه يا فتكات؟ اقول لك فكرة كويسة، خد معاك منال. وازاي يا فتكات اروح السينما مع بنت لوحدينا؟ وانت يا اخويا هيجرالك ايه يعني؟ مش جايز يا فتكات تستغل الضلمة؟ لا يا اخويا، منال بنت مؤدبة غير كل البنات اللي خدوك السينما قبل كده. أختي بتقول أخدك بدلها السيمة. طيب، بس لو الدعوة دي كانت جاتلي من أي راجل تاني كنت رفضتها، أصلي بخاف أدخل السينما مع راجل، لكن أنت نفسك إنك ما أنتش راجل. إزاي بقى؟ أنا راجل؟ أصلي إنك راجل، لكن ما بتتصرفش زي الرجالة الوحشين اللي بيستغلوا إن السينما ضلمة. اتفضلي. ميرسي. ايه
ان شاء الله هنجيب بقى الكاميرا والمعدات ونروق المعركه دي، هتبقى فيلم ممتاز. سلام. ايه ده؟ سلام. شاكين قوي. فلوس انا ورجاله. الله مستعجل ليه؟ ما تخليها بكره برضه. لا لا بكره ده بتاعكم ما نعرفوش. اه مفيش ثقه. طيب حاضر. يا سلام حظك حلو. دي بقى فرقها عليك انت والرجاله، روقوا نفسيكم. سلام عليكم. ايه؟ ده انا اللي هفرقك على الرجاله. ليه بس؟ اقول لحضرتك ايه وحصل؟ انا لما اتكلمت، لا انت باين عليك دور. انا لحظه واحده، اصل انا لما اتفقت انت اللي الله يخرب بيتك يا عمر. لحظه واحده، هو انت لسه بتحلمي الحلم ده يا اشجان؟ مش حلم يا دكتور، دي حقيقه. انا شفت سيد ابو شفه. شفتيه؟ شفتيه فين؟ في القهوه. وكل اللي انا بحلم بيه حصل. ضرب الرجاله كلهم، حتى ابو دراع كمان، وخارج على الكاريتا وجري بيا. وبعدين اتفقنا انا وهو اننا نتقابل تاني يوم في قهوه في الدراسه. رحت استنيته ما جاش. تالت يوم ما جاش. رابع يوم برضه ما جاش. ايوه يا دكتور، ومش عارفه الاقيه فين. طب ما رحتيش القهوه اللي قابلتيه فيها وسالتي عليه ليه؟ هو نصحني اني ما اروحش، لان ابو دراع ورجالته هيحاولوا ينتقموا منه ويخطفوني. لكن تعرفي يا دكتورة، أنا بفكر إني أروح وأخلي رجالة أبو دراع يخطفوني. أكيد أكيد هيظهر تاني عشان ينقذني.
فيك كده. تفضلي. حنان مالك؟ ايه اللي شغل مخك كده؟ اشجان. اشجان؟ اشجان مين؟ مريضه بعلك. وخفت؟ ابدا، دي جات لها نكسه. ازاي؟ تصور متهيألها انها شافت سيدة ابو شفه. سيدة ابو شفه مين؟ فارس احلامها يا سيدي. طب وليه ما تصدقيهاش انها ممكن تكون شافته؟ معقول؟ معقول انت تصدق ان في الزمن ده فتوى واسمه سيدة ابو شفه؟ طب ما يمكن لسه من بقيه زمن الفتوات. زمن الفتوات انتهى من زمان، بس المسكينه لسه عايشه في اوهام الماضي. بس هي بتقول انها شافته. ما هي دي النكسه، انها ابتدت تتصور احلامها بقت حقيقه. دي كل يوم بتروح تقعد في القهوه وتستناه. بقول يا هلا. ايوه حاضر. كنت غايب فين المده دي كلها؟ كنت في السجن. سجن؟ وايه اللي دخلك السجن؟ خناقه هايفه، ضربت 20 راجل، 11 عاهه مستديمه واربعه ربنا افتكرهم. وسجنوك؟ ما انا هربت من السجن. هربت من السجن؟ ازاي؟ كسرت الحديد بايديا دول وهربت. طيب مش جايز يمسكوك تاني؟ ما مسكوني، بس بهرب كل مرة يمسكوني اهرب. انت عارفة الاحكام اللي عليا بلغت كام؟ 567 حكم. اصل انا فتوة من ظهر فتوة. ابويا الفتوة شفة الكبير غلب كل الفتوات، فتوة الحسنية وفتوة الدراسة وكل الفتوات. ابويا ده اكلني الكبدة نية. طب شاوريلي كده على اجدعها راجل وشنب وانا احلقهولي. سلم على قدك يا العين. ماشي. البور يا غرع. حرام عليك، مال الناس ده؟ حرام، ندفع لك حق. يلا بينا. تغلب الشجاعة. بوكي برضه حضرتك يا فندم. متشكرة. هل أطمع أن أراك في كافتيريا السالمية الساعة 12؟
تقبلي واحد بيقدم لك قلبه على ايديه؟ بكون سعيدة وفخورة بيه. بس انا بقى بشوفك كل يوم، باجي اطمن عليك من بعيد وامشي. وليه ما بتكلمنيش؟ يعني مش عاوز اضايقك. وده معقول؟ انت غير كل الرجاله اللي قابلتهم، كفايه انك صاحب خيري. خيري؟ خيري هيفضل عايش في قلوبنا على طول، مش هيموت ابدا. يا سلام، انا سعيده قوي وانا بسمع الكلام ده، بحس ان في اخلاص ووفاء في الدنيا. من يوم ما مات وانا كرهت الدنيا وكرهت الناس، كرهت نفسي. الله يرحمه خيري، كان فخور بيكي، كان دايما يقول لي انك بطلة كاراتيه عظيمة وانك لازم هتحصلي على الحزام الاسود. دي احلام كلها انتهت، انا ما بقتش عايشة الا على ذكراها. الحياة والموت من صنع الله، ومش معنى ان خيري مات تبقى الحياة انتهت، بالعكس الحياة لازم تستمر. ابتسم الحياة يا سوزي، حققي احلامك، لازم تحصلي على الحزام الاسود، دي اجمل هدية هتقدميها لروح الفقيد المرحوم خيري. المرة اللي فاتت اتخذت على اخوانا. انا عمري ثقتي فيك ما تهزت ابدا. هي بطة يا اخي، انت مش تخلى عندك انسانية. وانت مالك يا جدع انت؟ ده اتضح انه مش معاهم. هاي اكيد الانسان ده بيحبك. ما كنتش اتصور اني ممكن احب راجل غير خير، لكن ما اقدرش انكر اني ابتديت ارتاح له. تعرفي يا سوزي، انا مشتاقه جدا اني اشوفه، يا ريت تجيبهولي هنا اتعرف عليه. ونظرت اليه والتقت عيناها بعيناه وامسكت وجهه بين يديها واقتربت منه وهمست له: إني أحبك أحبك أحبك. لا لا، أنا آسف. أنا اللي آسفة، أنا مش عارفة إزاي أنا عملت كده. علشان تعرفي ان كان عندي حق لما قلت لك ان كل الستات بيجروا ورا غرائزهم. بس انا مش كده. لا، كلكم كده عاوزين تفترسوا الراجل. انتم اللي خرجتم ادم من الجنه. منال. ايوه يا صفا، خلي حبنا طاهر بريء شريف. ما كانش في داعي ابدا انك تندفعي وتحاولي تبصيه. مش عارفه انا ازاي غلطت الغلطه الفظيعه دي، لكن ساعتها ما كنتش وعي، حسيت ان صفوت هو الانسان اللي كنت بحلم بيه. واضح فعلا من تصرفاته انه انسان على خلق، والدليل على كده انه مرضيش يستغل ضعفك ويندفع ورا غرايزه ويبوسك. ايه
شفتي بقى يا منال ان حكمك على الرجاله كان غلط؟ عموما انا سعيده جدا انك قابلتي انسان نبيل وعظيم زي صفوت، قدر يرجع لك ثقتك في الرجاله تاني. اوعي يا منال، اوعي تفرطي فيه، ويا ريت كمان تجيبه لي اتعرف عليه. كلمني عن بطولاتك، عن انتصاراتك، عن غزواتك. هو انت ما شبعتيش من الكلام؟ انا لو فضلت طول عمري اسمعك مش هزهق منك يا سيد. بس انا زهقت من الفتوانه دي خلاص. الله يرحمك يابا، هو اللي غصب عليا ابقى فتوه، اصل الفتوانه دي فعلتنا ابا عن جد. بس لايق عليك الفتوانه يا حبيبي. عارف يا سيد؟ انا كل ما بشوفك بحس ان شخصيتي دابت في شخصيتك. سيد، انت الانسان اللي انا بحلم بيه. اؤمرني، اضربني، امسح بيا الارض. انا خدامتك يا سيد، كل ثروتي واملاكي تحت امرك، بس اتجوزني. اديني فرصه افكر. هتقدمي لي الناس تقولي لهم ايه؟ باباكي ومامتك هيوافقوا؟ لكن انا بحب. وهو بيحبك؟ ضروري. لو كان بيحبك صحيح كان اتخلى عن الفتوانه ودور له على شغلانه شريفه. ده متعلم كمان. كمان متعلم وبيشتغل فتوه؟ اصل وارث اماره الفتوانه ابا عن جد. اسمعي يا اشجار، انت عارفه انا بحبك قد ايه ويهمني مصلحتك، عشان كده انا عايزه اقابل السيد ابو شيخ. يا ريت تجيبه لي هنا في العياده عشان اتفاهم معاه بخصوص مستقبلك. طمني، ايه الاخبار؟ هلكت يا مجدي، هلكت. كانت شرطك مهببه. هي لولا شرطي المهببه كان زمان البنات خفت، كان بقى في امل ان احنا نسافر معاك. طب افرض بقى اكتشفت اللعبه وعرفت ان انا بخدع البنات دول، هتعمل فيها ايه؟ وهتكشفها ازاي؟ دي خطه مضمونه 100%، ما تخرش الميه واديك بتقطف الثمار. انا بتعذب لاني حاسس ان انا بخدع البنات دول. بالعكس، انت بتعمل عمل انساني عظيم، انت هتساعدهم على انهم يخفوا. طب افرض بقى اكتشفوا ان انا بخدعهم. مش مهم، المهم انهم يخفوا، يغيروا نظرتهم للحياه، يبصوا للدنيا يلاقوا لونها بامبي بامبي. بيتهيألي هيبصوا يلاقوا لونها كحلي كحلي. مش مهم كحلي ولا بامبي، مش مهم، المهم ان حنان تسافر معاك وتبقى الذريه الصالحه على ايديا باذن الله. انت مستني حد؟ انا لا. اهلا يا حنان. مساء الخير يا مجدي. مساء الخير. عمر موجود؟ اه موجود وتعبان شويه. تعبان؟ عمر، عمر يا حبيبي، مالك يا عمر حاسس بايه؟ ابدا، هو شويه ارهاق، اصله بيرهق نفسه كتير قوي. بيرهق نفسه في ايه؟ الله، مش بيجهز اوراقه عشان السفر واوراقك انت كمان عشان تسافري معاه؟ سافر؟ انت متفائل قوي يا مجدي. ليه بقى؟ انت مش قلتي لما الثلاث بنات يخفوا هقدر اسافر معاك؟ ما هم لسه ما خفوش. ازاي؟ مش كل واحده فيهم لقت فارس احلامها وخلاص؟ ما هو ده اللي هيجنني يا عمر، كل واحده يطلع لها فارس احلام فجاه، زي ما يكون المساله مترتبه. مترتب يعني ايه؟ طبعا مش ممكن يكون مترتب، ده كلام برضو. ما هي كمان المساله دي مش داخله دماغي، البنات الثلاثه يخفوا في ظرف اسبوعين، وانا بقالي سنتين مش عارفه اعالجهم. ربنا بقى. هتقول ايه في ربنا؟ اه فعلا، ربنا بيحبك علشان كده خفف الناس دول. اه طبعا ربنا بيحبني، خفف المريضات دول علشان تسافري معايا يا حبيبتي. وعشان كده انا قررت اقابل الرجاله اللي البنات وقعوا في غرامهم. تقابليهم ليه بس؟ تقابليهم ليه؟ عشان اتاكد من صدق عواطفهم تجاه المرضى بتوعي، اي واحده فيهم مش حمل انها تتصدم مره ثانيه. ايوه بس ده مش ممكن، مستحيل. مش ممكن ليه؟ طبعا مش ممكن. ليه يا مجدي؟ من غير ليه يا مجدي؟ ايوه من غير ليه يا مجدي، هو كده مش ممكن. طب بس افهم ليه؟ اصله مستحيل. مستحيل التلات رجاله يجوا يقابلوكي. اذا كانوا صادقين في عواطفهم هيجوا يقابلوني. بس انا بقى لا يمكن اسمح لك انك تقابلي تلات رجاله. يا عمر ده جزء من علاجي للمريضات بتوعي. علاجك للمريضات بتوعك انك تقابلي المريضات بتوعك، لكن ما تقابليش الرجاله بتوعهم ابدا. لا 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 بقى يا عمر، انا ما اسمحلكش تتدخل في شوي، وانا بقى مصممه اني هقابل الرجاله التلاته. عمر كنتش هتخيل ابدا ان سيد يحبني قوي كده يا دكتوره. تصوري انه اقتنع بكلامك وعشان بيحبني
مضطرة يهجر عالم الفتوانة وقلع الجلابية ولبس البدلة وحيدور على عمل شريف. طب هو مش عايز يجي يقابلني ليه؟ ما هو لسه يا دكتورة مش متعود يخرج يقابل الناس بالبدلة. ما تتصوريش قد ايه انه كان سعيد لما عرف انك عاوزة تقابليه. اصل انا كلمته عنك كتير قوي لدرجة انه كان مشتاق ان يشوفك. طب هو ما جاش معاكي ليه؟ في اخر لحظة كلمني وقال لي ابوه مات اضطر يسافر البلد. هيرجع امتى؟ مش اقل من 40 يوم لحد ما يشوف الميراث ويقسموه على اخواته. مسكين عيط كتير قوي ودموعه كانت زي المطر. اصله بيحبه قوي، هو اللي مربيه. هو مين؟ خاله اللي مات ده، زعلان عليه قوي واضطر انه يسافر اول ما سمع الخبر عشان يتولى اجراءات الدفن. وهيرجع امتى؟ هو قال انه مش هيتاخر، هيستنى لحد ما يفتحوا الوصيه عشان يشوف خاله كاتب له ايه في الوصيه، اصله كان بيحب خاله قوي. عن المرادات بتاعي وقدرت اوصلها لمدار الامان. ده نجاح كبير ليك يا حبيبتي ساذكره التاريخ. يا عمر انهم هيكونوا سعدة مع شبان الحبوب. ده اكيد يا حبيبتي. انا عشان كده كنت عايز اقابلهم عشان اطمن على الحكايه دي. لا اطمني يا حبيبتي اطمني. بس مش غريب ان السيد ابو شيف يتخلى عن عالم الفتوانه. يا حبيبتي الحب بيصنع المعجزات. ومش غريبة كمان ان حسام ابوه يموت وصفت برضه خالي يموت في نفس اليوم؟ لا مش غريبة، انت تفتحي صفحة الوفيات تلاقيها لما بتلم. انا مش قادرة اقتنع باللي بيحصل ده. يا حبيبتي انسي اللي فات وفكري في المستقبل. انا خلاص هروح لوالدك ووالدتك اتفق معاهم ونحدد ميعاد السفر ونروح نقضي شهر العسل. ميعادك بكرة الساعة 7. متشكر يا متولي. ما تقوليش يا متولي، ما تقوليش يا متولي، ما تقوليش يا متولي. الدكتورة طلبتني وقالت لي اجي الساعة 5. الدكتورة طلبتني وقالت اجي الساعة 5. الدكتورة منتظراني الساعة 5. ايوه فعلا هي منتظراكم كلكم، اتفضلوا. ادخل.
مساء النور. اهلا يا بنات. اهلا بيك. انتوا طبعا ما تعرفوش بعض. ابدا ما حصلوش شرف. طب اسمحوا لي اعرفكم على بعض. اشجان سوزي منال. اهلا وسهلا. اتفضلي استريح. اتفضلي. من مدة وانا بعالجكم، عشان كده انا هبقى صريحة معاكم. انتوا الحمد لله دلوقتي خفيتوا وبقيتوا كويسين قوي. الحمد لله كمان اتشالت الغشاوة اللي على عينيكم، وعرفتوا قد ايه الدنيا حلوة ولسه بخير. الحب يا بنات أحلى نعمة ربنا اداها للإنسان، عشان كده عايزاكم تحموها وتحافظوا عليها. الحب، الحب جميل قوي، والبركة بصفوت. وأنا من يوم ما قابلت سيدة أبو شفا والكوابيس ما عادتش بتطاردني، وانا ما انكرش ان حسام كان السبب اني رجعت للرياضه واستعدت مكانتي. في حاجه يا دكتوره؟ ما خبيش عليكم، انا حسيت بالقلق لما عرفت ان صفوت خاله مات وحسام كمان ابوه مات. صدفه طبعا. فعلا اكيد لازم تكون صدفه. عموما يا بنات انا سعيده جدا انكم خفيتوا، انا دلوقتي اقدر اسافر وانا مطمنه عليكم. انت خلاص هتسافري؟ ان شاء الله يوم الخميس هعمل حفله صغيره كده وبعدين نسافر. يبقى لازم نحضر عشان نبارك لك ونودعك. اهلا وسهلا بيكم طبعا، وفرصه كمان اعرفكم على جوزي. مبروك يا دكتور عمرو. الله يبارك فيك، منورين. تعالي بعد اذنك يا مدام. ده شغل يا حبيبي. هو ده برضه شغل. ايه؟ اسمع، خد دول. ايه دول؟ دول تلات رسايل لبنال وسوزي واشجان. بشرح لهم فيهم انا ليه خدعتهم؟ طب وليه تكشف نفسك؟ انا مش عاوز اسبب لهم صدمه عاطفيه ثانيه، ده انا ما صدقت خلصتهم من عقادهم. يلا يا حبيبي. مفيش طريقه ثانيه يا دكتور؟ بيتهيألي بقى الطريقه الوحيده اللي تنفع مع حضرتك انك تباتي في اوضه وهو في اوضه، بس اذا جاع عيال بعد كده انا مش مسؤول. ربنا يخليك يا متولي ويرزقك بابن الحلال. ابن الحلال؟ هو في برضه ابن حلال يرضى يتجوز واحده اسمها متولي؟ الف الف مبروك عروسي. متشكره قوي يا ميدو. انا سعيد قوي ان عمر حقق الحلم اللي كان طول عمره بيحلم بيه، وانت كنت الحلم ده يا حنان، ارجوك تحافظ عليه. انا كمان سعيده اني بلاقي حد بيشاركني في حب عمر. عن اذنك. اتفضلي. منورين. اهلا بقى. بدور عليها. انت تعرف الدكتورة حنان؟ حنان؟ انا ما اعرفش الدكتورة حنان، لكن جوزها يعرفني وهو اللي عزمني على فرحي واعظي فرحه. على العموم دي فرصة هايلة، تعال معايا. ما اعرفك على الدكتورة حنان دي، كان نفسها قوي تشوفك. ايوه بس انا مش هعرف اشوفها من غير نظارة، ادور على نظارتي وبعدين اشوفها. طيب دور انت على نظارتك وانا هروح عندها. يا ابو اسود. الله، مش انت؟ لا يا فندم، مش انا. مش انت قريب سفر؟ انت اللي شفتك في النادي. انت جاي مع سفر؟ لا قصدي ايوه. ليه، في حاجه؟ لا ابدا، ما شفتش الدكتوره حنان. الدكتوره حنان. اهي اتفضلي. اهلا يا دكتوره. ألف ألف مبروك. ميرسي يا حبيبتي، عقبالك. بتتصوري شفت مين من ضمن المزاوين؟ مين؟ صفوت.
هي مصيبه بحق. طب وبعدين هتصرف ازاي؟ تتصرف يا اخويا، مش انت اللي ورطتني؟ انا اللي اتصرف. امال ايه؟ مش انت اللي قلت لي امثل دور الحب على كل واحده فيهم؟ اهو انكشف. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يا سلام يا منال، ما تصوريش قد ايه انا سعيده ان عمر جوزي طلع صاحب صف الخطيب. اهي دي مفاجاه ما كنتش متوقعاها ابدا. ولا انا كمان. اهلا مؤاخذه. اهلا يا مجدي، اعرفكم ببعض، انيسه منال الدكتور مجدي. ما انا عارفاه. عارفه مين؟ ما هو صاحب صفوه. الله، انت تعرف صفوه؟ وانا ما قلتلكيش ولا ايه؟ ده كان صاحبنا انا وعمر قوي قوي، بس مسكين مات. جات له دلوقتي حاله مغص مفاجئ. طب انت ما كشفتش عليه ليه يا مجدي؟ ما ادانيش فرصه، لان قالوا على المستشفى على طول. يا ريت حضرتك تلحقيه دلوقتي اوان. ايوه صحيح، كان اسمي. اتفضلي. الحمد لله. عمر. ايه ايه فينك انت؟ فين يا عمر؟ انا كنت فين؟ انا كنت فين؟ انا كنت مع المعازيم. انت ليه ما قلتليش انك تعرف صفوت؟ صفوت مين؟ خطيب منال. منال مين؟ المريضة اللي أنا كنت بعالجها. صفوت البنوتة؟ البنوتة؟ أصل إحنا كنا في المدرسة وإحنا صغيرين مسميين البنوتة عشان كان بيعمل قصة كده. الحمد لله. كان نفسي يا حماتي أقضي معاكم شهر العسل، لكن الظروف البعثة والدكتوراه. وصيتك حنان، خد بالك منها. دي في عينيا يا حماتي. ربنا يهنيكم ويوفقكم. ما بعد اذنك يا حماتي ادور لها على حسام. اتفضل. الحمد لله على السلامه. قصدي البقيه في حياتي. ده اذا كان هيبقى في حياتي بقيه. يا سلام، ما كنتش متصوره انك حساس بالشكل ده. هتتاثر قوي لوفاه المرحوم. مرحوم مين؟ ابوك. الله يرحمه ويجعل الجنه مثواه. لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا؟ انا اقول لك. تعالي تعالي معايا وانا اقول لك. اصل بقى طلع العريس بلدياتي، فقلت اجي اخد بخاطره وهو بيتجوز، قصدي ابارك له. طول عمرك شهم ومخلص لكل الناس، وده اللي خلاني احبك. عموما فرصه عظيمه عشان اعرفك على الدكتور حنان. دي نفسي تشوفك قوي. هو انا نفسي اشوفك؟ بس الاول واجب برضو اروح اخد بخاطر صاحبي، قصدي ابارك لصاحبي على الجوازه. اسبقيني انت وانا هحصلك. اسبقيني هناك اهي. اسبقيني. الله يخرب بيتك يا مجدي. مجدي يعني حضرتك بقى عندك كام عيل دلوقتي؟ 10. لا انا بتهيألي بقى انسب طريقه تنفع مع حضرتك انك تطلقي. نعم، عشان تبطلي حمل. ايه ايه مصيبه؟ مصيبه ايه؟ مش خلصتك منها؟ لا دي مصيبه ثانيه. يخرب بيتك يا عمر. أول مرة أعرف إن حسام وعمر يعرفوا بعض. ده معقول حسام يطلع بلديات عمر؟ ولما عرف إنه هيتجوز صمم يجي ياخد بخاطر. أظن المدموزيل لسه واصلة وما شربتش شربات الدكتورة حنان. أعرفهم ببعض. المعجب سودي الدكتور مجدي أعز أصدقاء عمر. الظاهر إن عمر ده كل الناس بتحبه. يا سلام، نفسي أشوفه. فعلا هتشوفيه دلوقتي عندهولي. هو عمر راح فين يا مجدي؟ كان بيتخانق دلوقتي. خانق مع مين؟ مع واحد بلديات اسمه حسام. بيتشائم من شكله صراحة وما بيحبوش. اول ما شافه طبع الفرح راح متخانق معاه وطرده. طرده؟ ازاي يطرد خطيب؟ بقى ده صح يا دكتورة؟ الحمد لله. عمر. مالك على طول مخطوط كده؟ انت ايه اللي عملته ده؟ كده تطرد خطيب سوزي؟ انا؟ ايوه يا اخي، الجدع الرزق ده اللي انت بتتشائم من شكله. اصله نحس، ما يخشش مكان الا وتحصل مصيبه. بس ايه بس يا عمر، عيب الكلام ده، انت راجل مثقف، عيب تؤمن بالخرافات دي. عن اذنك. انا خلاص قطعت الخلف. عن اذنك. ايه رايح فين؟ خليك جنبي. انا خلاص تفكيري وقف. انت احسن حل بقى تاخدها وتسافر فورا، والا المساله هتطربق فوق دماغك ودماغنا كمان. فكره هي. اسمع، انا احسن حل هروح اسبقك في الجنينه وانت تزحلقها لي من هنا باي شكل وتخلي حنان تحصلني. يلا بسرعه. اخرب بيتك يا عمر. لا مؤاخذه، هو الباب منين؟ يا ليلة سودة ومش فايتة. مالك يا سيد؟ سيد سيد
سهل ما سهل ولا حاجة. وإيه الشياكة دي كلها؟ ده أنت اللي يشوفك كده ما يقولش عليك فتوة بولاق. لا لا فتوة بس مودرن. الله، ومال صوتك نايم كده ليه؟ مش أنت اللي قلتلي أبقى جنتلمان؟ مش معايا، أنا عايزاك تشهد فيا. آه. تشتمني. أيوة. تشد شعري، ترميني على الأرض وتدوس عليا. عايز أحس دايما بقوتك يا سيد. أيوة أنا قوي، أنا بتوة. لكن أنت إيه اللي جابك هنا؟ حظ المهبة أنا. أنا جيت هنا علشان أكسر الفرح باللي فيه. أكسر الفرح؟ ليه يا حبيبي؟ ليه إزاي؟ لما مؤاخذة يا ستي قال إيه؟ مش عاوزين يدفعوا الأتاوة. تاخد إتاوة من الدكتورة اللي كانت بتعالجني وكانت السبب في شفايا؟ وأنا بقى لما عرفت إنها الدكتورة بتاعتك قلت مفيش داعي أخدها من قصرها وأروح. تروح؟ تروح إزاي؟ دي نفسها تتعرف عليك وهتنبسط قوي لما تشوفك. أيوة بس أنا مش هنبسط. سيد يا أبو شيف، أنا قلت إنك هتتعرف عليها يعني هتتعرف عليها، وإلا هصوت وعيط ويجي لي انهيار عصبي. لا 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 ولا انهيار عصبي ولا حاجة، أتعرف عليها. ما هي ليلة سودة. يلا. يا مجدي وديني فين يا اخي؟ الطياره خلاص هتقوم، لازم نلحق بقى. طب فين عمر؟ عمر زوغ. زوغ؟ قصدي مستنيك تحت في الجنينه. طيب. ايه في ايمان؟ الطياره قربت تقوم، انا لازم اضرب لكم الشنطه، عن اذنك. الف مبروك يا دكتوره. اهلا اهلا يا ازيان، الله يبارك فيك. كويس انك جيتي يا حبيبتي عشان اشوفك واطمن عليك. اقدم لك خطيبي سيد ابو شفا. الله، حاسس بإيه؟ حاسس بمصيبة جيالي. قريبك قال إنك تعبت ورحت المستشفى، وأنا من خضتي نسيت أسأله أنهي مستشفى، عشان كده رجعت أسأله. ما أنا رحت، بس لما رحت تهت، أصل أنا مش لابس نظارة وما شفتيش النظارة بتاعتي. مش مهم النظارة دلوقتي. آه. ده الدكتورة حنان هتفرح قوي لما تعرف انك خفيت. بفرح. تعالى تعالى لما نقول لها انك رجعت، تعالى اعرفك عليها. ده كان لسه معايا دلوقتي. حضرتك انت بتدور على حد؟ ايوه، خطيبي سيد ابو شفا. انت قلت سيد ابو شفا؟ ايوه. اه ده البوليس قبض عليه. بوليس؟ بوليس ايه؟ اصله كان هربان من حكم الاعدام. انت مجنون؟ لا طيب. مالك؟ احنا لازم ننقذه عن اذنك، اتفضلي. دكتورة حنان. اهلا يا منال، انت رجعت تاني؟ ايوه. تسمحي لي اقدم لك سبب. انا اسفه جدا يا حسام، وصدقني انا راجعه دلوقتي مخصوص عشان ارجع لهنا لمسكتك. مهما كنت بحب الدكتورة حنان، لكن ما ينفعش ابدا ان جوزها يطردك ويقول عليك نحس. مسامح كريم بقى، خلاص بقى. لا مش خلاص، انا مصممه انه اعتذر لك. اتفضل قدامي. اتفضل. كده ليه يا سيد يا ابو شفا؟ بلنت كده ليه يا حسام؟ ابو شفا انا حسام.
شيخ. أنا صفوة. وأنا مين؟ سيبوه يا بنات سيبوه. ما تلوميش عمر لأنه بيحب وحاول يساعدنا عشان نخف ونبقى كويسين. وما نقدرش ننكر إن إحنا فعلا رجعت لنا الثقة في نفسنا والفضل لعمر. وإذا ما كانش عمر هو فارس أحلامنا فأكيد الفارس موجود وأكيد هنقابله. بس المهم إنه يحبنا زي عمر ما بيحبك. سامحيني. خلاص سيبوني معاه شوية وأنا هفوقه. عمر عمر عمر. أنا سيدة أبو شفة. أنا حسام. أنا صفوة. هو أنا مين؟ أنت عمر. أنا عمر. أنا أنت مجنون ولازم تتعالج. حبك هو العلاج.